كيفية إغلاق تطبيق بالقوة على نظام ماكنتوش. نتعرف في هذه الحلقة على كيفية الخروج من تطبيق متوقف عن الاستجابة على جهاز ماكنتوش. في جهاز أبل استخدم قائمة وتظهر أيقونة القائمة على شكل شعار أبل أسود على الجهة اليسرى من الشاشة. انقر على خيار الإغلاق بقوة Force Quiet الظاهر في منتصف القائمة. انقر على التطبيق المراد الخروج منه. تظهر عبارة غير مستجيب إلى جوار أسماء التطبيقات المتجمدة. انقر على خيار الخروج بقوة Force Quiet وسيؤدي ذلك إلى الخروج من التطبيق مع إمكانية إعادة تشغيله. قد تحتاج لإعادة تشغيل جهاز الكمبيوتر إن كان متجمدا. استخدم اختصار لوحة المفاتيح. يمكنك استخدام اختصار لوحة المفاتيح من خلال الضغط على Escape و Option و Command معا، فسيؤدي ذلك لفتح صندوق الإغلاق بالقوة. انقر على التطبيق الذي ترغب بالخروج منه. تظهر عبارة غير مستجيب إلى جوار أسماء التطبيقات المتجمدة. انقر على خيار الخروج بقوة Force Quiet وسيؤدي ذلك إلى الخروج من التطبيق مع إمكانية إعادة تشغيله. أيضا استخدم القائمة الطافية. تستطيع الضغط على Option في لوحة المفاتيح ثم بالنقر على بزر الفأر الأيمن أو نقر مع الضغط على زر Control على التطبيق في القائمة الطافية. زر الفأر الأيمن والنقر أو الضغط على زر Control. انقر على خيار الإغلاق بقوة Force Quiet. أيضا تستطيع استخدام أداة مراقبة النشاط. انقر على تطبيق Spotlight. تكون أيقونة التطبيق على شكل عدسة مكبرة تظهر على الجهة اليمنى من الشاشة. ابحث عن أداة مراقبة النشاط عن طريق كتابة Activity Monitor في خانة البحث. انقر على خيار مراقبة النشاط Activity Monitor تحت ترويسة التطبيقات. انقر على التطبيق الذي ترغب بالخروج منه. انقر على خيار إيقاف بالقوة الظاهر على الجهة اليسرى من النافذة. سيؤدي ذلك لإيقاف تشغيل التطبيق. تستطيع أيضا استخدام نافذة الأوامر. افتح نافذة الأوامر. توجد نافذة الأوامر داخل مجلدات الأدوات الموجود بدوره بداخل مجلد التطبيقات. قد تحتاج لاستخدام هذه الطريقة لإنهاء تطبيق إن لم تنجح الطرق الأخرى. اكتب الأمر Top ثم اضغط على زر الإدخال Return. يؤدي هذا الأمر لعرض معلومات حول التطبيقات قيد التشغيل حاليا. ابحث عن التطبيق المراد إغلاقه. ابحث عن اسم التطبيق المراد إغلاقه تحت عمود Command. يمكن أن تجد اسم التطبيق مختصرا في العمود، وينبغي البحث عن اسم مشابه لاسم التطبيق الذي تحاول أن تغلقه. ابحث عن رقم تعريف العملية BID. ابحث عن الرقم الظاهر إلى اليسار اسم التطبيق مباشرة تحت عمود BID ثم دون الرقم. اكتب Q. سيؤدي ذلك للخروج من قائمة التطبيقات والعودة إلى سطر الأوامر. اكتب الأمر هاش كيل إلى الرقم الذي حصلت عليه من عمود رقم تعريف العملية. فعلى سبيل المثال، إن كنت تحاول الخروج من تطبيق iTunes وجدت أن رقم تعريف العملية 3703 سيكون الأمر بالشكل kill 3703. اكتب الأمر مع تغيير رقم تعريف العملية إن لم يستجب التطبيق لأمر kill العادي. اغلق نافذة الأوامر Quiet Terminal. يفترض أن يؤدي ذلك إلى الخروج من التطبيق مع إمكانية إعادة التشغيل. لا يمكن إغلاق تطبيق الباحث بالقوة. يؤدي تحديد التطبيق الباحث إلى ظهور زر إغلاق بالقوة باسم إعادة التشغيل.
وأتأكد من التطبيق أن يكون متجمد حتى الآن قبل النقر على زر إغلاق بالقوة، فيمكن أن يلغي تجميد التطبيق بمجرد فتح نافذة إغلاق بالقوة. يؤدي إغلاق تطبيق قيد التشغيل بالقوة أثناء عمله إلى التسبب بفقد التغييرات غير المحفوظة في التطبيق.